السلام عليكم. في هذا البرنامج وجدت كثيرا من النواحي الإيجابية والجيدة والكلام الطيب، لكن في بعض المواضع التي تتعلق بالعقيدة لا بد من التنبيه إليها. يا قوم اتبعوا المرسلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كما قلت البرنامج كان في رمضان الماضي وكان فيه هذه النواحي التي سأبينها. أنا لم أشاهده كاملا ولكن أرسل لي شيء منه ووجدت بين كثير من المعلومات الطيبة والكلام الطيب عددا من النقاط التي لا بد أن أنبه إليها، وأرجو إن وصل كلامي إليهم أن ينبهوهم عليها في موسمهم الجديد. أول نقطة معي هنا وقت العرض، هل يمديني أحاجج إن أنا ترى والله هذه ما سرقتها، هذه نيتي كانت كذا، أنا هذا ما ضريته، أنا كان في خاطري، يتكلم عن يوم القيامة، إني أنفعه. نعم، قال لا أنا ما سويت، يقول الله أنا ما سويت. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني يدي بتتكلم، عينك بتتكلم، عيني، أذنك بتتكلم، كل شيء بيتكلم. قال طيب يشهدون عليك، لأن الإنسان اللي قلت عنه قبل شوي المجادل هذا قال لا أنا أنتوا هاي شهود من عندكم ملائكة، أنا بشهود من عندي. أنا ما سويت إنسان، أنا ما سويت إنسان. إيه. قال طيب خلاص من عندك، يلا يا تكلمي، تنطق اليد وتنطق الرجل وتذكر باللي صار طيب هو هذا الكلام صحيح، لكن في جزئية لم يذكرها وهي مهمة جدا، أن الذين تنطقوا يختم على أفواههم وتنطق جلودهم ليسوا أهل الإسلام. هنا في قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، عن أبي موسى الأشعري، يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة فيعرض، شوف وسيذكر لك المؤمن والكفر، فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه فيعترف، إذا المؤمن سيعترف فيقول أي ربي عملت، فيغفر الله له ذنوبه ويستره منها. قال فما على الأرض خليقة يرى من تلك الذنوب شيئا وتبدو حسناته فود أن الناس كلهم يرونها، ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض ربه عليه عمله فيجحد ويقول أي رب وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل، فيقول له الملك أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا، فيقول لا وعزتك أي رب، يعني يا رب ما عملته، فإذا فعل ذلك ختم على فيه فإني أحسب أول ما ينطق منه لفخذه اليمنى ثم ترى اليوم نختم على أفواههم. إذن الذي يختم على فيه وتنطق أجزاؤه وأعضاؤه هو الكافر والمنافق. وكذا من آثار السلف عن الحسن البصري، هذا آخر موطن يوم القيامة، فإذا ختمت أفواههم لم يكن بعد ذلك إلا دخول النار. وقال مقاتل بن سليمان في قوله تعالى اليوم نختم، وذلك أنهم سئلوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فيختم الله عز وجل على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم بشركهم، فذلك قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم إلى آخرها، قال بما كانوا يقولون من الشرك. وكذلك هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقول لله سبحانه وتعالى، يقول له آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطع، فيقول ألا نبعث شاهدنا، يقول الله ألا نبعث شاهدنا عليك، فيفكر في نفسه ما الذي يشهد علي، فيختم على فيه يعني فمه ويقال لفخذه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ما كان ذلك يعذر من نفسه، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. فأول معلومة هذه واجب أن تبين. الأمر الثاني هنا وايد ناس انولدوا في بيئة غير بيئتنا، أنا عن نفسي انولدت أمي مسلمة أبوي مسلم، جميل. فوايد البيئة متهيئة لي إني أكون مسلم، بكون مسلم لأني معاهم. طيب إيش ذنب الشخص يهودي مسيحي ملحد انولد أعوذ بالله كل اللي حوله ما فيهم ريحة إسلام؟ هذا والسؤال يراود ناس ليش يدخل النار، لأن في اللي يقول لك النار وش مسلم نار يا ابن الحلال، يسوي زي ما وصل الإسلام بشكل صحيح نار، هو كافر لكن يوم القيامة في قصة ثانية، حجة الله قائمة عليه. طبعا هو قال إنه في الدنيا كافر يعامل معاملة الكافر وهذا شيء متفق عليه، لكن
في الآخرة يقول إن الأمر مختلف. فنسمع الكلام كما قاله. حجة الله قائمة على العباد، والله عز وجل ما يظلم أحد، ما يظلم. هذا اللي أنا بوصل، الكافر اللي عايش في الدنيا كافر، هو كافر كافر، لكن لا سمع عن دين ولا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الإسلام، أو وصل له مشوه. هذا يوم القيامة لا حساب مختلف عن من سمع الإسلام. شكراً. وكفر. طيب، الأول الذي لم يسمع عن الإسلام أساسا هذا له وضع يختلف عن الذي وصله الإسلام مشوها. ليش؟ إذا كان هو، إذا كنا سنقول كل من وصله الإسلام مشوها فإنه سيكون في الآخرة له حساب مختلف. السؤال، من الذي وصله الإسلام غير مشوه؟ أول ما وصله، يعني أول ما سمع بالإسلام سمع به نقيا. ممكن تقول فقط خديجة وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق، لكن أكثر الصحابة أول ما سمعوا بالإسلام ماذا؟ سمعوا أن محمدا حاشاه طبعا كذب، وأتى بشعر وسب آلهتنا وما شبه ذلك. فالصحابة أنفسهم الذين أسلموا لاحقا، ومشركو العرب الذين كانوا في مكة كثير منهم، أول ما وصله الإسلام، أول ما سمع بالإسلام سمع به مشوها. فهل عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فماذا كانوا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول له: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. لأنهم كانوا يقولون عنه كاهن وكانوا يقولون مجنون، فالله ينفي عنه ذلك. أم يقولون شاعر؟ كذلك يقولون شاعر، وهذا الذي جاء به ليس كلام الله، هذا شعر. نتربص به ريب المنون. وهنا في سورة الأنبياء: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه، قالوا هذا عنده أحلام منامات، بل افتراه هو المفتري، بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، إلى آخره. إذن الإعلام المشوه لصورة النبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعذروا، بل هم مشركون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخوفهم من النار. فالذي وصله الإسلام مشوها عليه أن يتأكد. أما الذي لم يصله شيء ولا يستطيع الوصول إلى شيء، هذا قد يكون له حال آخر عند الله سبحانه وتعالى يختبره يوم القيامة كما جاء في الحديث. شكرا. الله ما يظلم. أنا إنسان، لو كنت بدال الشخص هذاك بحاجج. يا ربي أنا ما سمعت عن النبي، ما سمعت، ما أدري. تمام، هذا اللي مسألة ما سمع وما يدري، قد يكون الأمر بالنسبة له مختلف. وأيضا ما نقول أنت جالس في بيتك وعليك أن تسمع، عليك أن تبحث، أقصد الكافر، لأنه في كتبهم وفي أديانهم مبشرين بنبي سيأتي، لكن ما عنده وسائل لوصول المعلومة وما شابه ذلك. هذا هو الذي يعد من أهل الفترة، الذين لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بحال. المعلومة الأخرى التي تحتاج إلى تصحيح، يعني هل في حديث، عفوا، هل في حد يعني سأل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني مش معقولة كل الصحابة اللي كانوا حوله رضي الله عنهم ما حد فيهم سأل؟ إلا وين الله؟ إلا قالوا يا رسول. أنا هنا لاحظت شيئا، أنه بدأ بالإجابة قبل سماع الجزئية الأخيرة من السؤال. يعني هو بدأ يقول إلا قبل أن يسمع المثال الذي ذكره الأخ. وين الله؟ مثلا وين الله؟ إلا قالوا يا رسول الله، يأتي في خواطرنا شيء مثل هذه الأمور، نأنف أن نقولها لو يرمى أحدنا في النار ولا يتجرأ يقولها، نفس اللي فينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو أدركتموه وما تجرأت تقولونه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان. الحمد لله رب العالمين، وأنا كله على بالي إني شعر من الكفر. شعر من الكفر. استغفر الله. إنه يا الله شلون طلع السلتي. لكن هو الآن رجع كرر مسألة إنه مثل هذه الأسئلة، إنه وين الله؟ الله سبحانه وتعالى يعني. وكان هذا السؤال ليس حسنا. أيضا الحديث: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، التسلسل هذا، ها، يبي يشتغل على التسلسل العقلي إلى أن يقول: من خلق ربك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. هو أجاب إلى مسألة، يعني أجاب في مسألة أخرى اللي هي الأسئلة الشيطانية التي تتبادر في الذهن عن كيفية الله سبحانه وتعالى، أو من خلق الله، مثل هذه الأسئلة الشيطانية. لكن وين رب العالمين؟ فأنا نصيحتي له، وأنا أحسن الظن به، كلامه في يعني في كثير من مما سمعته له كلام طيب جدا، فحسن ظن به أنه ما انتبه إلى السؤال فأجاب، لأن تجدون الجواب في وادي آخر.
فليته يوضح هذا في البرنامج. الآن هم عندهم موسم، ليته يوضح هذا الأمر بوضوح جلي جدا. الحلقة شاهدها 4.5 مليون وعنوانها أين الله؟ ويقال إن السؤال أين الله، يعني هذه من الأسئلة اللي نستعيذ بالله إذا سمعناها، خطر. ليش؟ لأن هذا السؤال ليس من الشيطان، هذا سؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كما ترون في صحيح الإمام مسلم عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي، وحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم حادثة معينة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب جارية كانت عنده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب منه أن يأتيه بهذه الجارية، كانت أمة مؤنث عبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها قال لها أين الله؟ قالت في السماء، ثم قال إنها مؤمنة. فالسؤال أين الله هذا سؤال نبوي، بل هو سؤال قرآني، لأن الله أثبت لنفسه الرحمن على العرش استوى، فالسؤال عما أثبته الله لنفسه سؤال قرآني. وهنا في مسند الإمام أحمد الصحابي أبو رزين العقيلي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض، هو قبل ما يخلق السماوات والأرض نحن نعرف أنه فوق السماء وعرشه فوق السماء، قبل أن يخلق السماوات والأرض قال له في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، غيم فوق الغيم هواء وتحت الغيم هواء، أو عماء يعني لا شيء، هذه تفسيران للسلف. فالسؤال أين الله هذا سؤال قرآني نبوي، سؤال الصحابة، سؤال المؤمنين، فوجب أن ينبهوا إلى هذه مسألة خطيرة جدا. وهنا قال البخاري في كتابه خلق أفعال العباد يروي عن وهب بن جرير أحد علماء السلف الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى، وقال حماد بن زيد وأيضا هذا من علماء السلف القرآن كلام الله نزل به جبريل، ما يجادلون يعني في قوم من الزنادقة ما يجادلون إلا أنه ليس في السماء إله، فنفي أن الله سبحانه وتعالى في السماء هذا قول الزنادقة. وكما قلنا الشيخ يعني أنا أحسن الظن به وما أظن أنه يقول بهذا القول الشنيع، ولكن هذا الذي قد يفهمه الناس الذين 4.5 مليون تروا في شباب، فهذا قد يفهم فلا بد أن يصحح. فهذا الذي أنبه إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم وأن يجعلنا من أهل السنة الصحيحة السائرين على درب محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم. يا قوم اتبعوا المرسلين.